باحثو الذكاء الاصطناعي يطورون رقاقه ذكاء تحاكي دماغ الانسان اذ يقوم حاليا فريق متخصص من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعه هارفارد بتطوير رقائق ذكاء دماغي ستسمح للروبوت بادراك امكاناته الماديه الهائله وتحاكي العقل البشري ووفق صحيفة الاندبندنت البريطانية ستعمل تلك التقنية على جعل الروبوت أسرع وأقوى وأكثر وعيا بمحيطه رقائق دماغية تطلق العنان أمام الإمكانات المادية للروبوتات صحيفة اندبندنت البريطانية لفتت الى خطوات جديدة يتخذها فريق متخصص بتطوير الذكاء الاصطناعي بجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد لتطوير رقائق الكترونية تعزز سرعة الروبوتات ووعيها بالواقع المحيط الفريق المتخصص يزعم ان رقائق الكمبيوتر الخاصه بهم والتي يعكفون على تطويرها ستسمح للروبوتات بادراك امكاناتها الماديه الهائله والتفاعل بشكل طبيعي مع البشر واداء مهام كانت مستحيله سابقا الصحيفه نقلت عن اعضاء الفريق ان تلك الرقائق ستساعد العاملين في الرعايه الطبيه في الخطوط الاماميه الذين يتعاملون مع مرضى ذوي امراض معديه بشده من اجل المساعده في تقليل المخاطر على العاملين في المستشفيات ورغم وجود شكل اولي لمثل تلك الرقائق تعمل في اجهزه ذكيه مثل الايفون إلا أن النهج الجديد والذي يعرف بالحوسبة الروبوتية سيوفر شرائح ذكية تعمل ثمان مرات أسرع من وحدة المعالجة المركزية غير المخصصة العاملون على المشروع يرون أن تحسين وتطوير أداء البرمجيات أمر بالغ الأهمية لأن العالم الحقيقي لا يمكن أن ينتظر حتى تنتهي الروبوتات من التفكير ووفق الصحيفة سيتم تقديم البحث في المؤتمر الدولي حول الدعم الهيكلي للغات البرمجة وأنظمة التشغيل في أبريل المقبل